السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات. بسم الله نبدأ انطلاقة ديالنا من هاد النقطة ديال حسان أو لا حي حسان اتجاه البرج الكبير والجميل والمعلمة التاريخية في المغرب، أول معلمة تاريخية في المغرب من ناحية الأبراج هي برج محمد السادس. مرحبا بكم في مدينة الرباط، مدينة الأنوار، حيث تتواجد أعلى وأفخم المشاريع الكبرى. مدينة الرباط أصبحت أجمل المدن المغربية، وهي صنفت من التراث المغربي الأصيل. نعم الإخوان، هنا كما ترون على يسارنا يوجد أضخم مسرح في المغرب، هو أيضا سمي بالمسرح محمد السادس. لنعرج عليه كي نرى نظرة خفيفة ونرجع إليكم. كما تلاحظون الإخوان، هذه هي المعلمة الأولى، أو نعتبر المعلمة الثانية لأنها أصغر من برج محمد السادس. هذا أكبر مسرح بالمغرب. التصوير فيه ممنوع، لا أعلم لماذا، لا أعلم لماذا التصوير فيه ممنوع، لكن نحن نخطف لكم بعض الصور من كاميرتنا الخفية. نعم الإخوان، إننا نصور بالخفاء. كي لا
لا يعتقلون و وإنه أكبر مسرح. نعم يا إخوان، أكبر مسرح شاهدوا معنا مسرح محمد الخامس وبرج محمد السادس. يا سلام، يا سلام الإخوان. كما شاهدتم الإخوان، برج محمد السادس يظهر مننا من هنا. سنذهب إليه الآن لنقترب منه أكثر فأكثر ونشاهد أين وصلت الأشغال فيه. هل اكتملت أم لا زالت هناك بعض الرتوشات الخفيفة؟ إذن الإخوان، اتجاه إلى البرج. أيها السادة والسادة الكرام، أيها السادة والسادات الكرام، محطتنا القادمة برج محمد السادس. المرجو ربط أحزمتكم لأننا على مقربة النزول. شكرا على تفهمكم. هذا هو البرج الذي أضحى يدرق علينا المناظر الخلفية التي تسيء إلى سمعة البلاد كحضارة في مدينة الرباط. نعم الإخوان، البرج للأسف هو جميل لكن يطل على أحياء شعبية ذات منازل يرجى لها. برج محمد السادس اقتربنا منه شيئا فشيئا. إذن الإخوان، نحن لازلنا في طريقنا إلى برج محمد السادس. هذه على هذا الشارع الجميل الذي تكسوه أعلام مغربية ذات اللون الأحمر، وفي وسطها نجمة خضراء خماسية الرؤوس. إنه العلم المغربي يرفرف شامخا
ويقول هنا المغرب هنا الرباط. الرباط عاصمة الأنوار، عاصمة الثقافات، عاصمة التراث الأصيل. إخواني أخواتي، ها نحن اقتربنا من البرج. هذا هو البرج الجميل. يا سلام، إنه برج ضخم وجميل. سنحاول أن نترصده عن قرب. إذن الإخوان، كما تلاحظون هذا هو برجنا الجميل. يا سلام، اكتمل البرج، أصبح جميل جميل جميل. لكن الأشغال في الأسفل وفي الجوانب لا زالت مستمرة. هذا البرج يطل على نهر أبي رقراق، جميل جميل جميل. وتلك القنطرة هي قنطرة للقطار، السكة الحديدية للقطار. شاهدوا الإخوان، منظر جميل. لكن البرج، هذا البرج الجميل الكبير الضخم، يطل في الضفة الأخرى من وراء هذا البرج، يطل على الأحياء الشعبية لليوسفية والتقدم. منازل لا تصلح اللي كمنظر جميل أن يراه الأشخاص القاطنين في هذا البرج. نعم، جميل جميل، هذا البرج جميل. تقريبا اكتمل، لا زالت أشغال بجوانبه. يا سلام يا سلام، وبهذه المناظر يا إخوان أخوات، نخليكم على خير. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.